جاهز بأفضل صورة ممكنة لاستقبال هذه المباراة المرتقبة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. ومباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم. البرازيل في مواجهة سويسرا. هذه مباراة في كأس العالم مشاهدينا تحمل شعار المسابقة، وهذا أمر يعني الكثير بكل تأكيد. نعرف بأن أجواء هذا المونديال تختلف عن أجواء أي بطولة أخرى، وهذا ما يمنح للبطولة نكهة مميزة تجعلنا ننتظرها في كل 4 سنوات. نيمار، البرازيل تفقد الكرة. شاكيري، تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. حلوة من الدفاع، خلصها، افتكاك الكرة السابقة. جرانيك تشاكا، ستيفن سوبر، شاكيري، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، يفتكها في مكان خطير في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. سيلفان فيدمير، حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. ريناتو ستيفن يتقدم باتجاه المرمى، تدخل متهور داخل المنطقة، لكن فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. هدف الافتتاح، الضربة الأولى، الاحتفالات تبدأ في المدرجات، اشتعلت الإثارة، قمة تتحول إلى قمة أخرى، مشتعلة الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ريناتو ستيفن، شوف الكنترول، شوف التحكم، انطلق فيها، تقدم فيها. كاسيميرو، نيمار، ريتشارلسون، لوكاس باكيتا، تمريرة جهة نيمار، كرة بتروح من جانب المنتخب البرازيلي. حكم الساحة بيشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق. يا سلام على الهروب، شفت التشيك اوت في اللقطة الماضية. تأتي الآن صفرة نهاية شوط المباراة الأول. ضربة فداء الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات لبطولة كأس العالم. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية، والكرة ما زالت مع المهاجم. المساندة، فرصة أمام المرمى، ضاعت فرصة توسيع الفارق. كم ممكن يريح الكثير، كم ممكن يستغل هذه اللقطة. شوف الموقف، كان 1-1، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. دانيلو، ريتشارلسون، الفريق يبني الهجمة بدون تسرع، احتفاظ ممتاز بالكرة. شاكيري، تدخل وكرة تبعد. كاسيميرو، ريتشارلسون، لوكاس باكيتا، السامبا في حالة الهجوم الآن، لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. جرانيت شاكا، فرصة خطيرة هنا. فرصة هدف الآن. أوهو، على تصدي خيالي من أليسون من هذه المسافة، تعني هدف 100%، لكن فرصة لوضع الكرة في الشباك. رأسية تفتقد التوجيه، وفي النهاية بتعدي بجوار القائم. مهم جدا يكون التركيز في اتجاه الرأس عند ضرب الكرة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصفرة. لوكاس باكيتا، ريتشارلسون،
بينية مرفوعة، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. سومر يبعد الكرة، اللعب مستمر الآن. ريناتو ستيفن، الوقت المضاف والدقيقة لهذه المباراة، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. نهاية الحكاية هنا مشاهدينا، مع الصافرة أعلنت عن خسارة مهمة للمنتخب البرازيلي، كل فشل في الملعب اليوم، مباراة كانت صعبة بالتأكيد.